مع فقرة مطبخ إيديال، شاركي معنا سر نجاح الوصفة اللي حضرتي لوليداتك بمنتوجات إيديال، وفوزي كل أسبوع بمنتوجات إيديال وبعجانة من النوع الرفيع في القرعة الكبرى. شنو هي الوصفة اللي تبغي تقدمي لنا؟ إيديال مع الأمهات للحياة. إذا كيف العادة دائما كتشاركوا معنا بمجموعة من الوصفات المتميزة واللي كتوجدوا حتى لوليدات ديالكم، وكتبعثوا لنا هذه الوصفات صور اكيد مع المنتوجات اللي استعملتيهم في القلب ديالهم، وكترسلوهم لنا على الرقم ديال الواتساب ديالنا اللي هو 0702024040. دائما على شدايف مني، ومعنا حنان. حنان السلام عليكم. الو السلام عليكم اختي جميله. اهلا وسهلا حنان. من مدينه كازا؟ انا من الدار البيضاء. من الدار البيضاء، مرحبا بك حنان. تبارك الله بزاف ديال الوصفات، ولكن انا اختاريت واحد الطاخت اللي فيها لاكريم وفيها البنان، ياك؟ ايه عقل على المقادير ديالها وطريقة ديالها. ايه ولادي كنديروها ديما عزيز على الدراري بزاف. مرحبا، اجي ناخذوا المقادير ديالها وطريقة ديال التحضير والمنتوجات اللي استعملتي في القلب ديالها، تفضلي. واخا بالنسبة لهذ لاطاخ كنستعملوا فيها أي فاكهة، أنا هذه ديال سميتو لاطاخ بالبنان. بالنسبة للعجين كنديروا 7-7، سميتها 7-7. وي. كنديروا 7 ديال المعالق ديال الزيت، أيه. 7 ديال المعالق ديال السنيده، 7 ديال المعالق ديال الحليب، و7 معالق ديال الحليب، وبيضه واحده. واخا. وساشي تاع الفاني تاع ايديال. باش كنحيد لنا ديك الزفوره ديال البيض. واخا. كنطربوهم مزيان، كنطربو هادشي كامل مزيان، بغاو يديروا الباتور يديروا ولا الميكسر، كنطربوهم مزيان حيت كنديروا كلشي دقه واحده. كنطربو مزيان، تناخذوا المول تندهنوه بالزبده، تنرشوه بالدقيق، وكنكبوا فيه الخليط ديالنا. نعاود لك المقادير ولا نمشيو للطريقه؟ نمشيو للطريقه، وفي نفس الوقت كتذكري مقاديرها. ايوا صافي اوكي. بالنسبه للاطاق كندخلوها للفران، العجين كندخلوها للفران غير كتولي ذهبيه شويه، ما كتاخذش الوقت بزاف، واحد 20 مينوت كنخرجوها. كنمشيو كنوجدوا هذا لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير كناخذوا فيه 3 د المعالق ديال لا كريم باتيسير ايديال، كنخلطوها مع السكر والحليب و3 د المعالق ديال السنيده. واخا. كنخلطوهم مزيان حتى كيقعدوا، وكنصبوهم فوق من هذيك الكيكه اللي خرجناها. هذيك الكيكه اللي خرجناها كنخليوها غير تتبرد شويه، اللي بغى يسقيها بالليمون، اللي بغى يسقيها بالحليب، اللي بغى يخليها ناشفه راه غتبقى مازال من بعد. فوالا هذاك الخليط اللي غنديروا ملي كنكبوا عليها هذاك لا كريم باتيسير، كنديروا البنان ولا اي فاكهه بغينا. هذه كتجي زوينه بالبنان صراحه، كيتوا حتى في المذاق. كيجي زوين المذاق ديال الكريم باتيسير مع البنان. كنديروا البنان ديالنا، وكنمشيو نصوبوا الطبقه الثالثه ديال الفلون. الفلون ايديال، لا عندنا الفلون ايديال مع الليمون. واخا. كناخذوا كاس تاع الليمون، وكناخذوا هذاك الفلون ايديال الزرق صغير، كنخلطوه مع معلقه ديال السكر. اييه. صافي حتى كيتجانس، صافي كنديروا فوق البوضه غير كيغلى لينا واحد شويه الغليه. اييه. كنخرجوا، كناخذوا الحلوه كنلقاوها بردات شويه، كنكبوا عليها هذاك من الفوق، كتكون الطبقه الثالثه ديالها. صافي كندخلوا كل شيء يبرد وبالصحه والراحه. صراحه زوينه، وكتبقى الكيك باينه، كتبقى كريم باتيسير باينه، البنان وعادش ديك لاكريم ديال الفلو كتبقى باينه بحال واحد ناباج من الفوق منها. صراحه تبارك الله عليك حنان، وتبارك الله على الوصفات ديالك. الاشاره حنان ما صيفطاتش غير هاد الوصفه، راه تبارك الرحمن شحال وصفه شاركت بها، تبارك الله عليك. واكيد انت كتربحي معنا مجموعه من المنتوجات من ايديال، بالاضافه ان الرقم ديالك كيدخل في القرعه الكبرى اللي تقدر تمكنك انك تفوزي معنا بالعجان رقم 2. فمرحبا بكل السيدات والساده، وشكر موصول لك ولكل الساده والسيدات اللي اكيد دائما كنحترموا شروط المسابقه. نذكر بها فقط اننا كنصيفطوا الوصفه ديالنا مصوره مع المنتوج اللي استعملنا في القلب ديالها، بالاضافه الاسم ديالكم بالكامل والمدينه منين نتوما رجاء، وهادشي كله كنصيفطوا على ياش على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0702024040 على شدايف فما. الى سولناك شنو هي الوصفه اللي تبغي تقدمي لنا مع فقره مطبخ ايديال، شاركي معنا سر نجاح الوصفه اللي حضرتي لوليداتك بمنتوجات ايديال، وفوزي كل أسبوع بمنتوجات إيديال وبعجانة من النوع الرفيع في القرعة الكبرى. إيديال مع الأمهات للحياة.